السلام عليكم متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من داخل المسجد الأقصى المبارك. اليوم هو 21 من رمضان عام 1442 للهجرة. الساعة الآن في مدينة القدس هي 7:13. يرفع الأذان الساعة 7:25. أعداد كبيرة من المصلين في العشر الأواخر تنضم إلى بقية المصلين في المسجد الأقصى المبارك. نلاحظ ازدياد أعداد المصلين في المسجد في هذه الفترة بسبب اقتراب يعني نهاية رمضان. أسأل الله تعالى أن يعيده علينا وعليكم وقد تحرر المسجد الأقصى المبارك، كما أنني أسأل الله تعالى لكم دعاء مستجابا، فادعوا الآن بما شئتم. هل الصوت والصورة واضحين؟ لأنه في ضغط كبير جدا على الشبكة. قبل أن أنجح في فتح البث كانت هناك صعوبة في البدء. لا تحديات جديدة في القدس اليوم سوى ما تحدثنا به أمس أو ما تحدثنا عنه أمس بخصوص حي الشيخ جراح. حاليا هذا هو التحدي الوحيد. اليوم أعتقد توجد موائد إفطار أيضا وصلاة تراويح في الحي، وذلك دعما وإسنادا لأهل الحي. أكثر من 500 فلسطيني معرضين للتهجير من حي الشيخ جراح. الأردن لا تتدخل في هذا الأمر للأسف، مع أنها قادرة على إنقاذهم وتوفير أوراق التمليك حتى يقدمها أصحاب هذه البيوت في المحاكم، محاكم الاحتلال، لينجحوا في استرداد حقهم في البيوت. هل البث هنا واضح؟ أعداد كبيرة. طيب سأذهب إلى الجهة الشرقية أكثر ثم نعود إلى الجهة الغربية حيث المأذنة قبيل بدء الأذان. سأحاول أن أكون قبيل بدء الأذان. طيب جيد أنه واضح. تشاهدون أعداد كبيرة من الصائمين في ساحات المسجد. نجح عدد آخر من فلسطينيو من أهلنا في الضفة، الضفة الغربية، تحجج الاحتلال أنهم غير مطعمين فمنعهم من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، وهذا كذب. الاحتلال يكذب، يدعي أنه حريص على صحة يعني على الصحة وعلى عدم نقل أو نشر الفيروس باحتراز أو بإجراء احترازي يحول دون وصول أهل الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى المبارك. ينتهز الاحتلال منذ بداية يعني فترة الوباء، انتهز الاحتلال هذا الوباء لإغلاق المسجد
وكذلك فصله حتى عن خارج محيط البلدة القديمة. يعني صار الأقصى حصرا على أهل البلدة القديمة دون بقية المقدسيين، ثم حاول إغلاقه، والآن يمنع عنه الفلسطينيين بحجة ماذا؟ بحجة الكورونا الفيروس، وبحجة أنه أهلنا في الضفة مش مطعمين. الاحتلال فاضي يبعث جرعات مضادة ولقاحات كورونا لدول أخرى من أجل مكاسب، يعني ربما هي مكاسب سياسية، من ضمنها الاعتراف بالكيان. تمام، لكنه عاجز، هذا الاحتلال الإنساني الذي يرسل معونات طبية لا أعلم إلى أين، ويقوم بمعالجة لا أعلم ماذا، كما ينشرون على صفحاتهم. ولا في أشطر منهم، أدخلوا على صفحتهم، أو أنا بديش أدلكم على صفحتهم، بس هم شو بيعملوا؟ بيجيبوا صورة مسنة فلسطينية وإنه في جندي إسرائيلي بمرقها، يعني من أمام مثلا مواجهات، وإنه الشباب بضربوا حجار والجندي الإسرائيلي بمرق الحج المسنة. شوفوا هذا المنظر. ثم ماذا يقول؟ يقول أنه إنساني جدا، ويقوم بتوزيع استغلال كورونا، ويقوم بتوزيع لقاحات كورونا على عدد من الأنظمة ورواد الأنظمة العربية وغيرها من أجل مكاسب سياسية، وينشر عبر صفحاته صورا ترويجية يروج فيها لإنسانيته المكذوبة التي يكذب بها. هذا ليس صحيحا. ولما يطلع من هذا الأحمق العراقي، هذا ذو الأصول العراقية من بادية العراق سوريا، بادية الشام عفوا، أفيخاي أدرعي، هو يهودي من البادية، بادية الشام، بيطلع بيقول لك اتقوا الله أنتم في نهار رمضان، محتاج على تشفي بعض الصفحات الفلسطينية في حادثة جبل الجرمة. يعني دعايات الاحتلال الواهية عبر السوشيال ميديا، عبر مواقع التواصل، ويتقن يعني الظهور بمظهر الحمل الوديع. وأول أمس اعتدى اليهود، أو اعتدى شرطة الاحتلال، اعتدت على نصارى بيت المقدس، النصارى الفلسطينيين، اعتدوا عليهم ومنعوهم من الوصول إلى كنيسة القيامة لأداء شعائرهم في الكنيسة في يوم سبت النور. أتاحوا الكنيسة للنصارى اللي جايين من برا، السياح يعني اللي جايين من الدول الغربية، تمام، ومنعوا أهل المدينة النصارى، أهل بيت المقدس ونصارى الداخل الفلسطيني ونصارى بيت لحم، من الوصول للكنيسة والاحتفال في سبت النور. طيب تعالوا نحكي شوي هون في نقطة مهمة جدا. مثل ما في عندنا مطبعين مسلمين، في كمان مطبعين نصارى. النصارى الشرقيين لا يؤمنون بضرورة الحج إلى أرض بيت المقدس، إلى كنائس بيت المقدس، طالما هي تقبع تحت الاحتلال، زي نصارى لبنان، نصارى سوريا، نصارى العراق، أقباط مصر للأسف خانوا هذا الأمر. من كان على الدين النصراني في نصارى الشرق يرفضون زيارة بيت المقدس والحج إلى الكنائس هنا، كنيسة القيامة وكنيسة المهد، طالما الاحتلال موجود، تمام. بينما النصارى في الغرب عندهم رأي تاني، اللي في أمريكا وغيرها، دول غربية يعني، هدول عندهم رأي تاني، بيجوا بحجوا هون، تفتح لهم إسرائيل طبعا الكنائس، تفتح لهم الأبواب، تفتح لهم البلد على مصراعيها. بينما يمنع النصراني ابن البلد من الاحتفال بالشعائر الدينية بحجة إنه البلد مفتوحة للنصراني الأمريكي ولا النصراني الأوروبي. هذا ما يحدث، أو هذا ما حدث في يوم سبت النور. فالاحتلال مش بس على المسلم، لا، أيضا هو يتقن الكذب حتى على النصراني الشرقي أو النصراني العربي. فالموضوع مزدوج عنده، يعني ما له علاقة، الموضوع لا علاقة له بحرية العبادة كما يدعي هذا الاحتلال. يريد أن يظهر نفسه وريثا لهذه مهمة حرية العبادة فقط أمام الغرب، لكنه غير معني بهذا الأمر
فيما يخص نصارى فلسطين أو الفلسطينيين المسلمين نفسهم. يعني هذه مائدة جميلة جدا، مائدة كبيرة يعني لأخوات من الداخل الفلسطيني. هم حربهم ضد الإسلام، هم حربهم يعني مش بس ضد الإسلام، هم هو طبعا أولا وأخيرا هو في حرب على الإسلام، وفي حرب على الإسلام الذي يحتضن الديانات الأخرى، كنائس القدس. شاهدتم كيف يحرقون الكنائس، كيف يسبون مريم عليها السلام، يشتمون عيسى عليه السلام، ثم يأتون ويقولون عنا حرية عبادة، وبيجوا العرب اللي برا المطبعين يطبلوا لهم ويلمعوهم. هذا ما يحدث، لكن هم حربهم تحديدا على من يعاديهم أكثر. يعني مستعد لسانهم يطول حتى على أمريكا لو أمريكا وقفت ضدهم في قرار دولي مثلا، ممكن لسان الصهاينة يطول حتى على أمريكا التي تحتضنهم والتي تدافع عنهم. فحاليا على الواجهة الفلسطيني هو الوحيد الذي يحاربهم. ولا يكون لكم فكر، في واحد اسمه بنيامين هو من السويد، يهودي برضه لكنه ضد الصهيونية، كتير كتير حاطين ضده كتير، هو يهودي فعلا وحاول يدخل على البلاد عن طريق الأردن، رفضوا اليهودي دخلوه، كان عامل اللي هي الذهاب إلى مدينة القدس عبر إيش، عبر دراجة هوائية، قطع من السويد، قطع حتى تركيا، ثم دخل وصل حتى حدود الأردن، تم احتجازه في جسر أليمبي، جسر الملك حسين لدى سلطات الاحتلال، وقاموا بالتحقيق معه ثم أعادوه إلى الخارج وقالوا له يعني إنه ممنوع تدخل على البلاد، منعوه من الدخول. فغالبا الاحتلال يحارب من هو ضده، لكن حربه الأولى والأخيرة هي حرب دينية طبعا، هي تبدو لاحقا إنه عمالهم بيحاربوا أي حدا ضدهم أو ما بيعترف فيهم، لكن حربهم أولا وأخيرا هي حرب على الدين، على الإسلام تحديدا. وفي عندهم أحقاد دفينة، يعني عندهم لذة الانتقام من النبي عليه الصلاة والسلام بعد اللي عملوا مع أجدادهم في خيبر وبني قريضة وغيرهم من يهود المدينة، فهذا الكلام يصرحون به رسميا، عندهم أحقاد دفينة تجاه هذا الموضوع. عودة للأجواء في المسجد الأقصى المبارك، موائد كبيرة تفترش المسجد، تفترش الساحات الشمالية من المسجد الأقصى المبارك. شاهدوا هذه المائدة، هذه المائدة، مائدة جميلة جدا، أهم إشي ما فيها كوكاكولا ولا منتجات إسرائيلية. تمام، لدينا هنا عدد آخر من الموائد. شايفين ما شاء الله الساحات الشمالية دائما تمتلئ بموائد الإفطار، تمتلئ بأعداد ضخمة من الصائمين كذلك. لدينا هنا كذلك مائدة أخرى. يلا نعيط. لا، لماذا تبكون؟ يعني إن شاء الله ستكونون هنا يوما. الأذان. Yeah.
ايوه من وين انتي؟ صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. رفع الآن أذان المغرب لليوم 21 من رمضان. رفع الأذان الشيخ أو المؤذن فراس القزاز. عارفين شو ريحة الأقصى اليوم؟ ريحة ورق عنب. يعني مواقت كثيرة أحضروا محشي ورق العنب، كذلك قام مجموعة بتوزيع الأرز، فمعظم الموائد هنا حصلت على نصيبها من الأرز، أرز واللحم. هنا بجانبي أيضا توجد مائدة لورق العنب. هنا ننتظر إن شاء الله الإقامة، ثم نقوم بتصوير الصلاة، صلاة المغرب إن شاء الله. عدد آخر من المصلين يقوم بتجهيز الصفوف لأداء صلاة المغرب. ليش بلبسوا جينز في المسجد؟ والله في عدد من الناس يعني بندخلهم هون بيكونوا لابسين يعني طويل، لكن لما توصل عند قبة الصخرة أحدهم يعني يقوم بخلع التنورة، تقوم بخلع التنورة والتقاط الصور. الله يهديهم، احنا بنحكي معهم يعني، والحراس كمان بيحكوا معهم، الحارسات كمان، نحاول يعني ان نثنيهم عن هذا العمل. الله يهدي الناس. يعني انتم ما تفكروا برضو انه المجتمع هنا بسبب وجود الاحتلال يعني المجتمع لا يخطئ ولا يذنب، بالعكس. يعني عندنا مشاكل مثل المشاكل التي تعاني منها بقية المجتمعات الإسلامية، قد تكون هذه المشاكل اجتماعية او دينية او غيره يعني، إضافة إلى مشكلة الاحتلال. لكن الحمد لله نقوم بإصلاح ذلك ما استطعنا إليه سبيلا إن شاء الله، والله المستعان. سأنتظر أن يقوم صف للنساء ثم يعني أثبت الكاميرا بإذن الله باتجاه الصلاة. طيب رح أرجع ورا. Thank you.
الله سمع الله